تعرف على طريقة وكيفية تفعيل فعالية تخفيضات على تطبيقكم شئان. قم بالضغط هنا على تطبيق شئان، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على جهة الاتصال المفضلة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إشعار الرسائل الجديدة، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على فعالية تخفيضات. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل فعالية تخفيضات، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.